السلام عليكم الإخوان. هذا واحد الفيديو على الإنتاج ديال طيور الزبرة اللي كيسميهم في بعض الدول كيسميهم الفناجس. المهم في هذا الفيديو غنوريكم الإنتاج ديالهم في فصل الصيف. هاد الأيامات كاينة الحرارة بزاف. المهم راه أنا نوريكم في الفيديو الإنتاج ديالهم وما ننصحكمش الإخوان تنتجوا منهم في الصيف، راه الإنتاج كان ناقص بزاف. تقريبا كاملين ضاع لهم البيض ديالهم بالصهد، حدات واحد السيمانة كان فيها الصهد، كانت الحرارة كتوصل 42 43 تقريبا، كاملين ضاع لهم البيض ديالهم، مغير شي فريخات اللي فقسوا قلالين وصافي، داكشي قليل. موالفين راه كل وحدة كتفقس 4 5، كل وحدة دابا راه كاملين تما عندهم شي 4 الفراخ ولا 5 في الطوطال، حيت تقريبا كاملين ضاع لهم البيض. يعني داير واحد الفيديو على البيض، انتم ما تشوفوا الاخوان البيض ملي كيطلع فوق الماء كتعرفوا راه ضايع. انا درت البيض في الماء لقيته ضايع، تقريبا كاملين كان عندهم البيض ضايع على الاخوان. المهم ها الفيديو، شوفوا شنو كاين. السلام عليكم الاخوان، اليوم مع 22 في شهر 6 2022، نديرو اطلالة ان شاء الله خفيفة على العشوش ديال الزبرة، نشوفوا الجديد ديالهم. حتى انا راني ما قلبتهمش من الفيديو القديم، تقريبا ما كنقلبش العشاش بحيث صعابين باش نقلبهم، كنقلبهم بالكاميرا ديال التليفون، انا كنكون مشغول ما كنقلبهمش بزاف. المهم نقلبهم بالفيديو ونشوفوا شنو كاين ان شاء الله، شوفوا واش كاين شي جديد، واش كاين شي بيض، شي فريخات، واش كاين شي فريخات ميتين نحيدهم ان شاء الله نشوفوا. هاد البيضات الاخوان راه مازالين شحال هادي، راه كنت نسيت ما حيدتهمش. المهم هذوك راه تنحيدهم، العشاش الاخرين كنت حيدت لهم البيض وهذاك ما حيدتش منه. هذا تبارك الله فيه الفريخات، وقيلا بان ليه يفريخ واحد هنا الاخوان، ها يفريخ واحد. دابا نقلب هاد العش هذا، وقيلا راه واحد من رجليه كيبان لي، وقيلا فريخ ولا جوج، نشوف. هاي فريخ واحد الاخوان هنايا، هنايا البيض. هاد البيض دابا نقلبو واش ضايع ولا مزيان الاخوان، خصني نقلبو واش مزيان ولا ضايع، حيت بان لي البيض بزاف هنايا. هادي هي مفقصة، هادي هي مفقصة ومازال عندها البيض. هادي غتكون عاد بدات تفقص حيت الفريخات عندها مازالين صغاري، غتكون عاد بدات تفقص هادي الاخوان. دابا نقلب لها تاهي العش مني سالي الفيديو. هادو دايرين القشور ديال البيض، حيت كنحط لهم داك القشور ديال البيض الكبير ديال الدجاج، شو طلعين القشور ديال البيض مطلعينو للعشه الاخوان. الزبره مساخط، هاد العش فيه جوج فريخات الاخوان، هاد العش فيه بيضه راه عاد باضوها، هذا كنت طويتو ديك النهار راه كان فيه نسخ بزاف، كانوا فيه التعشاش القديم حيدته ودرت لهم هذا الجديد، حيدته وخليت لهم العش خاوي هما باضو. بقينا هنايا الاخوان، انا قلبت يدي، هذا فيه البيض، هذا ما فيه البيض الاخوان، ها هو البيض، فيه البيض مخبع، هذا ما فيه والو، هذا راه كانوا قيلا بايضين، كانوا بايضين وطلعوا القشور ديال البيض وهذا الشيء، هذا تنحيدو لهم الاخوان، ها هما رونوا القضية. ردموا البيض ديالهم، هذا ما فيه والو الاخوان، هذا ما فيه والو، هاد العشاش التحتانيين راه ما فيهم والو الاخوان، هاد العشاش التحتانيين ما فيهم والو. هادشي اللي كاين الاخوان، دابا راه عاد خصني نولي نطوي لهم. بانت لي القضيه مع كان الصاد هاد الايام الاخوان ما فرخوش مزيان، كما قلت لكم الاخوان هاد الايام كان الصهد بزاف ما فرخوش مزيان. ها هو البيض الاخوان اللي حيدت لهم من العشاش، البيض اللي ضايع هنايا 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 البيضه، 19 البيضه اللي حيدت لهم من العشاش. المهم هاد البيض ضايع، هادو كانوا اللي كانوا قدامين في العشاش، كانوا اللي كانوا مردومين تحت بعضهم ولاو ولاو عشو فوق منهم وفرخو. المهم هنا شي 19 البيضه اللي ضايع مع عند الزيبرا. غنوليو الاخوان نديرو عليهم شي اطلاله، انا بقيت لهم العشاش دابا، شوفوا هاد العش، العش
انا حيد ديك البيض اللي كانت معايا، راه كان كله ضايع على الاخوان. حيد ديك البيض اللي كان فيه، نشوفوا العش اللي فوق منه. انا حيد ديك الفريخ اللي كان هنا، لقيت معاه خمسه ديال البيضات ضايعين، والفريخ حيدته ودرت له واحد جوج اخرى. هذه انا خليت لها اولادها، هذه عندها جوج بيضات عامرين وجوج فريخات مفقصين، كان عندها شي بيضات ضايعين حيدتهم. هذا حيد داك البيض اللي كان ضايع وخليت هاد البيضات مزيانين، زدت عليهم وحده. داك البيضات اللي كانوا هنا زدتهم وحده، زدتها مع هذوك الاخرين، وحده ضايعه لحتها. هاد الفريخات هما اللي زدت معاهم داك الفريخ الاخر من قد العش. المهم ها هما، هما هنايا، ها هما، زدت معاهم داك الفريخ اللي كان عند ديك الجوجه الاخرى ولا ثلاثه. العش خويتو، هذا ما فيه والو، ما جبتوش. المهم هادو اللي ما فيهم والو الاخوان ما جبتهمش. هذا كانوا فيه بيضات خليتهم فيه. هذا قديتو، كانوا فيه هاد البيضات خليتهم، راهم تقريبا كاملين مزيانين عاد بعضهم. هذا ني طويتو الاخوان، خويتو من داكشي اللي كان فيه، لقيت فيه شي بيضات ضايعين. هادشي اللي كاين الاخوان، انا طويت اللي خصهم يتنطويو. انتم شفتوا الاخوان كما شفتوا في الفيديو، راه الانتاج كان ناقص بزاف، راه موالفين في الفيديوهات كيكونوا فريخات بزاف. هاد الايامات كان دازت عليهم واحد السيمانه ديال الحراره هي اللي تسبت لهم في الضياع ديال البيض. انتم كما كتشوفوا راه بزاف ديال البيض ضايع. هاد اللي رميتو كان مشقوق، اللي كان طايح في البانيو لتحتها اللي، والزيبره راه هي ديال الاخوان. الزيبره راه شي مرات كتكون مزيانه، ولكن ملي كيجي الصهد راه كيغلب عليها. لهذا ما ننصحكمش الاخوان تنتجو الزيبرا في فصل الصيف الا ما كانش عندكم شي مكان مبرد. ما ننصحكمش تنتجوها الاخوان، غير الا كان شي مكان مبرد ودير لهم داك الخابيات ديال الطين، هادوك كيكونوا مبردين، هادوك يمكن لك تنتج بهم في فصل الصيف. من غير هادوك ما يمكنش. الله يعاون الاخوان.